كما نشاهد نعش الملكة إليزابيث الثانية في رحلته الأخيرة إلى قصر وينتشر، حيث سيوارى الجثمان الثرى بالقرب من زوجها الأمير فيليب بعد أكثر من 10 أيام من الحداد الرسمي على وفاة الملكة. مراسم الدفن ستنتهي بعد قليل، وسينتهي الحداد الوطني في بريطانيا. الحداد الوطني سينتهي بعد انتهاء مراسم الدفن، ولكن الحداد الملكي كما هو معروف سيستمر لمدة أسبوع آخر. كنا شاهدنا وإياكم أعزائي المشاهدين جنازة ملكية مهيبة جدا، بدأت من ويستمنستر أبي ومر النعش بمعظم النقاط المهمة والوطنية في لندن. هو الآن يعني في طريق خارج لندن باتجاه قصر وينتشر كما نشاهد.